بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرئيسي، شوط اللقاية القعادين، انطلق في هذه اللحظات بحفظ الله. ما شاء الله على هذه الانطلاقة الجميلة، ما شاء الله على هذا المنظر الرائع، ما شاء الله تبارك الرحمن. في أول المراكز حامل الرقم 6 شمع الذهب جار الله بن علي بن جار الله الضحاك، وفي ثاني المراكز بشار محمد بن راشد الهادري، وفي ثالث المراكز من الجهة اليمنى والذي يندفع بقوة حامل الرقم 17 شاهين علي بن صالح بن حبونة، وفي رابع المراكز حامل الرقم 18 مرمي حمد بن محمد الصعاق، وفي خامس المراكز حامل الرقم 14 صوغان حمد بن سالم بن محمد بن مسعود. نعود إلى مقدمة الشوط، نذهب مع الصدارة. ما شاء الله ما شاء الله، سن اللقاية، سن المتعة، سن المنافسة، وخاصة لما يكون الشوط شوط كاس. شوط الكاس غير عن بقية الأشواط، شوط حماسي، شوط ناري، ما شاء الله تبارك الرحمن. الأسامي نادرة والشوط عام، ويش أسمي ويش أخلي يا حضور. نعود مع حامل الرقم 6 شمع الذهب جار الله بن علي بن جار الله الضحاك، وهل سيولع شمع الذهب شمع الناموس؟ ما شاء الله على انطلاقته تبارك الرحمن. في ثاني المراكز حامل الرقم 15 بشار محمد بن راشد الهادري، والهادري ينتظر انك تبشره بالناموس يا بشار، ما شاء الله تبارك الرحمن. ونرى التدخل القوي من الجانب الايمن من حامل الرقم 70 حامل الرقم 7 الباز حمد مسعود آل مسعود. وفي ثالث المراكز من الجانب الأيمن نرى الاندفاع والقوة والتدخل من حامل الرقم 22 شاهين خليفة بن حمد بن قريع المري، غير على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز الباز حمد بن مسعود آل مسعود، وفي رابع المراكز حامل الرقم 15 بشار محمد بن راشد الهادري، وفي خامس المراكز حامل الرقم 4 الخلاوي راشد بن ناصر آل جبر النعيمي. ولا تخليه خلي، لا تخليه خلي، واستخلب الناموس يا الخلاوي. نعود والعود أحمد، نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاقة، مع الاندفاعة الرائعة، مع القوة، مع المنافسة، ما بين حامل الرقم 6 شمع الذهب جار الله بن علي الضحاك، وحامل الرقم 22 شاهين خليفة بن حمد بن قريع المري، يتصدرون هذه الموقعة حتى هذه اللحظات، يتنافسون منافسة قوية، منافسة شديدة. وما شاء الله ما شاء الله، شاهين وشمع الذهب، شمع الذهب وشاهين، شاهين وشمع الذهب، ما شاء الله تبارك الرحمن. باعدوا المسافة بينهم وبين باقي المشاركين، بينهم وبين باقي القعادين، وروحوا روحوا روحوا. في ثالث المراكز أرى القدوم والتدخل من الجانب الأيمن حامل الرقم 5 لطيف مبارك بن محمد بن صاهوم القبيسي. لطيف لطيف، وانطلاقته لطيفة وشكله لطيف، ولكن نرى التدخل سريع ومفاجئ من حامل الرقم 18 مرمي حمد بن محمد الصعاق. بدأ يرمي بأنظاره وبشباكه وبركضه إلى الناموس، إلى المركز الأول. في خامس المراكز حامل الرقم 7 الباز والسلالة المعروفة سلالة الباز حمد بن مسعود آل مسعود. ونعود
نعود إلى الصدارة، نعود مع المقدمة ولوحة الكيلومتر. تعدينا في هذه اللحظات وغير شاهين خليفة بن حمد بن قريع المري، غير بعد لوحة الكيلو وما شاء الله ما شاء الله يا شاهين خليفة بن حمد بن قريع المري على مقدمة هذا الشوط. نعود مع ثاني المراكز مع شمع الذهب جار الله بن علي بن جار الله الضحاك، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 18 مرمي حمد محمد الصعاق، وفي رابع المراكز عطونا الرقم رابع المراكز لطيف مبارك بن محمد بن صلهوم القبيسي. نعود مع المقدمة، نذهب مع شاهين خليفة بن حمد بن قريع المري، روح ما شاء الله تبارك الرحمن، اندفع انطلق اقترب من الناموس 400 متر النهائية، روح شاهين روح 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 شاهين ما شاء الله ما شاء الله. صدق لي قال اللي ما عندك سبوق تموت حي، لا ولا ذكرك على الشاشة يبين. روح روح شاهين انجاره الله من تصاريف الاقدار، جاك وجاك الجيش كله بعده ما شاء الله ما شاء الله. نهنيك من هذه اللحظات ونقول لك من لوحة 100 متر تهانينا والناموس والزعفران للسيد خليفة بن حمد بن قريع المري مالك شاهين، تهانينا والناموس في هذه اللحظات. في ثاني المراكز في ثاني المراكز حامل الرقم 55 محمد بن حمد بن مشيط، وفي ثالث المراكز في ثالث المراكز مرمي حمد محمد الصعاق. التوقيت الزمني لهذا الشوط 6:18 28 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط. الكرام مستمعينا الأعزاء، ننتظر في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثالث والذي يحمل 36 اسما، 36 بكرة أهلية في هذا الشوط يتنافسون من أجل الناموس. ننتظر الاستعدادات تجري الآن لانطلاقة هذا الشوط.